كانيتوبلاستيد والفلاجيلات، وبعدين حتاخذ كم دكتورة إكرام تكمل معاكم الملاريا. ف المحاضرات كان نزلت لكم هي على الكلاس روم، تمام؟ شفتنا؟ هلو؟ ايه دكتور نزلت. قريتم؟ طلعتم عليها؟ طلعتم على الفيديوهات؟ ولا بعد؟ ما صابتكم الأجال؟ عفوا دكتور الصوت ما واضح. ما صابتكم مجال تقروها للمحاضرات؟ ما قريتهم؟ هسه الصوت واضح؟ طلع تسمعوني؟ ايه دكتور واضح. اي على كل، الموضوع هو من يخص التريبانوسومز. المحاضرة انا طايتوكم فيديوهات شرح لها، هي محاضرتين زين، و هاخذها اليوم نتناقش بها، يعني ما راح نعيدها نفس الشرح، وممكن نستفيد اكثر ونراقب حسب حاجتكم. اول شيء راح ناخذ اول، يعني هي محاضرتين بانوسومز، محاضرتين خمسه والسادسه. اول وحده راح تكون على التريبانوسوم الروسي، واللي هم اثنين الروبسنس والجامبينز، يعني بين تو سبيش سب سبيشز روبسنس وجامبينز. هذول الاثنين يكونوا السبب الرئيسي في حالة مرضية نسميها sleeping sickness. طبعا هاي الحالة المرضية احنا ما عندنا هي، ولكن يعني نعطيكم هي شلون يعني حتى تعرفوها زين. لازم انت كطبيب تعرف هاي الحالات اللي ممكن، اللي ما عندك هي ولكن ممكن انت تواجهها، ممكن تنتقل لك زين، ممكن تنتقل للبلد مع مسافرين. تعرف الآن العالم ما مثل قبل، يعني كورونا ظهر بس انتشر بالدنيا كلها، فهون يكون مشكلة الترانسميشن ما بين البلدان، خاصة بعض الأمراض الخطرة، ويمكن أن تكون يعني إذا انتقلت، وخاصة إذا إحنا عندنا الريكوايرمنت متوفرة زين. إذا انتقل الباراسايت وانتقل معانا والانسكت اللي ينقلوا، فهذا راح يستمر عندنا ويسوي لنا مشاكل، فاحنا لازم نعرفه نتعرف عليه، ويعني ضروري انه كطبيب تعرف هاي كل التروبيكال ديزيز. فهنا راح نمشي على ترانسميشن مالته، نخشى على اللايف سايكل، بعدين ننتقل الى الباثوجينيسيس، كلينيكال بيكتشر، دايجنوزيس، تريتمنت، بريفنشن. انتم تشوفوا بانه هاي الباراسايتولوجي يعني ماكو موضوع اذا ما تاخذ المورفولوجي مال المايكرو اورجانيزم الهابيتات الهوست زين، ماكو موضوع اذا ما تاخذ ترانسميشن ريزيرفوار لايف سايكل باثوجينيسيس، شويه الكلينيكال بيكتشر، لابوراتوري دايجنوزز، يعني يكتب دايجنوز ولكن لابوراتوري دايجنوزز، تريتمنت نعرج عليه بامور مختصره، والبريفنشن عندنا مهم. فمثل ما قلنا انه sleeping disease caused by two identical parasites morphologically ما راح تقدر تميز بيناتهم، اللي هم الروديسنس والجامبينز. طيب اثنين بنعتبرهم كانيتوبلاستيدز، اثنين بنعتبرهم ليش كانيتوبلين بيهم كانيتوبلاست. كانيتوبلاست مثل ما قلنا سابقا هو عبارة عن condensed DNA زين، هو عبارة عن extra nuclear DNA، وهي مطار الباراسايت اعتيادي، هي فلاجيلات، فعشان تكون الموفمنت مالتها بواسطة ايش؟ بواسطة فلاجيلا، دي فلاجيلا. تمام، وهي الفلاجيلا طالما في بالتريبانوسومز تغطي الجسم وتكون على شكل انجليتنج ممبرين، يعني فغشاء متموج وتساعده على الحركة. طيب احنا راح نمشي على سلايدات ان شاء الله للتريبانوسومز، حنشوفكم بالمختبر. راح تيجي تشوف انه هاي التريبانوسومز يكون شكلها مثل اس شيب، هي ويفي، حتى لما تتحرك نسميها سنيك موفمنت، يعني مثل الافاعي، افاعي صغيره مايكرو سنيكس زين. و ممكن نشاهدها ببلاد فيلم، ممكن يعني نحتاج نسوي فيت بايوبسي حسب الستيج اوف ذا ديزيز. طيب
الهابيتات دائما انتو تسألون الهابيتات يعني الا اكو فرد سؤال دائما يجيكم على الهابيتات سواء بالعملي سواء بالنظري فدائما تركزون على الهابيتات وين موجود. طيب عندنا الهابيتات هوني انا بالتريبانوسوم هذا الرش ركزتكم على only one stage اللي هو التريبوماستيغوت على رغم ان احنا قلنا انه اكثر من ستيج راح تشعرون باللايف سايكل انه اكو بين ستيج الابيماستيغوت بس هون انا ركزتكم على التريبوماستيغوت مالته. زين وين موجود؟ موجود عادة بالكونكتيف تيشو. زين وهي التريبوماستيغوت هي ملتيبلاينج فورمز يعني التريبوماستيغوت بالسليبنج سيكنس بالبروسي هي multiplying forms تتقسم قادرة على الانقسام من شعب البلد من شعب الليمف نودز من شعب التشو ولكن بالنهاية وين تروح هي تسوي sleeping sickness فوين راح تلقوها بالنهاية يعني الهدف ما وين التارجت النهائي وين ها أحد الطلاب central nervous system نعم Central Nervous System هذا هو الهدف النهائي لهذا الباراسايت هو Central Nervous System. زين البص مالته احنا قلنا الكانيتوبلاستينز ايش تحتاج؟ تحتاج Vertebrate Host تحتاج Intermediate Host تحتاج Vector تمام ولا لا؟ فالVertebrate Host مال هاي هو المان عادة الجيم انيمالز يعني الحيوانات البريه الدوميستيك انيمالز اللي يعني الاليفه زين والانفيرتبريت هوست مالته شو نسميه تسيتسي فلاي تسيتسي فلاي. طيب التسيتسي فلاي الاسم مالته هو الجلوسينا سبيشيز اكو اكثر من جلوسينا اللي نقل الليشمانيا ايش كان اسمه؟ ما يعرف يلا نسال هاي محاضرة مناقشة عافية ستاند فلاي وايش كان سميها؟ ستاند فلاي كان بها ايضا سبيشيز اسمها معينة ايش كان اسمها؟ اسمين واحد الخاص بالاولد وورد والاخ للنيو ايش اسمه الاولد؟ تذكر؟ يلا انت جاوب نص السؤال لوتزوميا بالنيو احنا عدنا شو نسميها مهمة يمنا والله Both male and female tsetse fly transmit the species, the disease. تمام؟ أكو بعض الانسكتس only female can transmit the disease. طيب نيجي على نقطة أخرى مهمة عندنا دائما بالباراسايت هي الانفكتيف فورم. اسم الانفكتيف فورم ميتاسايكليك تريبوماستيغوتس. ميتاسايكليك يعني نفس تريبوماستيغوتس بس تريبوماستيغوتس. شلون تنتقل؟ قلنا ترانسميشن باي بايت تمام وعندنا كونجنتال طالما هي موجوده بالبلد فممكن تنتقل عن طريق بلد ترانسفيوجن يسميها كونجنتال ترانسميشن وايضا سكشوال كونتاكت. هون يعني من نقول مثلا سكشوال كونتاكت هو الرئيسي كمان يعني احنا ما راح نعتبره كسكشوالي ترانسميتد ديزيز ولكن ممكن ينتقل عن طريق السكشوال كونتاكت. بس احنا مثلا sexually transmitted parasitic infection منه اذا نحكي نقول what's the مثلا give an example about sexually transmitted parasitic infection هو sexually transmitted منه هو sexually transmission نعم trachomonas vaginalis. طيب الريزيرفوارز يعتبر هيومن ريزيرفوار للبروسي جامبيانس بينما البروسي روديسنس الانيمال هون احنا قلنا ان تمام هم مفروض مناتهم متشابه بس حياتهم ما متشابهه الجينات مالتهم جينيتيكالي ذي ار نوت ايدنتيكال
يعني ما يعني هو لو جينيتيكال ايدنتيكال البيهيفير مالتهم نفسه يكون نفس السب سبيشيز تمام، ولكن دش على انه ميدل بيديتال اخو اختلافات عن كلامك هذا الجامبيونز موجود بالهيومن ريزيرفر بينما الريديسنس الريزيرفر مالته وين وايلد انيمالز تمام. فهوني راح تشع على طول المحاضرة نحكي اكو فرد differences ما بين الجامبيونز وما بين الريديسنس وتبتبني عليها. طيب نجي على اللايف سايكل، خلينا نروح على اللايف سايكل مباشرة. عندنا H65 تاخذ بلاد ميل تمام، وهي بيها الميت الانفكتيف فورم الميتا سايكليك تريبل ماستيكوت ات ويل انجكت مثل تنتبهون عليه انجكت يعني مع البلاد ميل بالبروبوسس هي راح تعطي التريبل ماستيكوت تمام. هذا التريبل ماستيكوت بالبلاد شي يعني الميتا سايكليك راح يتحول يبقى تريبوماستي بس ولكن راح يتحول الى يعني تحور داخلي الى شيء اسمه بلود ستريم تريبوماستي بس. وهذا البلود ستريم تريبوماستي بس اللي هو قابل يعني يتقسم مالتيبليكيشن زين باي باينري فيجن يروح بالبلود نلقينه بالفلود لينف فلود سباينال فلود وهكذا. طيب تريبوماستي بس موجود بالبلود جد السيتسي فلاي تاخذ بلاد ميل ايش راح تاخذ معاها؟ ايش نسميها الستيج اللي راح تاخذ السيتسي فلاي؟ بلاد ستريم تريبوماستيكوت صح؟ من اقول لك ايش اسم الستيج اللي تاخذها ما بس تكتب السيتسي فلاي ما بس تكتب تريبوماستيكوت تكتب تريبوماستيكوت تاخذ نص الدرجة تكتب بلاد ستريم تريبوماستيكوت زين لأن هو معتشع بأنه هو كله تريبوماستيكوت بس بينه فروقات فتأخذ بلاستيترين تريبوماستيكوت زين البلاستيترين تريبوماستيكوت راح يروح وين تأخذ السيتسي فلاي بالمدلول تتحول إلى another تريبوماستيكوت شو نسميه هو بابا تريبوماستيكوت ولكن نسميه بروسايكليك تريبوماستيكوت هذا وين in the midlet. هذا أيضا الواقع باللي أنه باينري فيجن يتقسم وهو يتكاثر وكذا. زين هذا البروسايكليك تريبوماستيكوت من يبادر الميدغات يتحول إلى ستيج أخرى اللي أنا قلت لكم ما ركزت لكم عليها بالمورفولوجي يعني قاعد لكم فقط البلد فورم فإسمه حيتحول إلى ستيج نسميها الإكيماستيكوت. الليبيماستيكوت وين موجودي؟ ما موجودي بالميدغات بالميدغات كان التريبوماستيكوت البروسايكليك من تروح إلى السالفري جلانس رأسا يتحول إلى شيء اسمه إبيماستيكوت زين؟ فإبيماستيكوت راح تروح وين؟ باتجاه السالفري جلاند بالسالفري جلاند هذا الإبيماستيكوت راح تتحول الى الانفكتيف فورم فراح تشوف بين الابيماستيكوت هو عباره عن بس ترانزيشنال يعني ستيج ما بين البروسايكليك والميتاسايكليك فتحولت الى ابيماستيكوت انتقلت الى السالفري جلاند زين هذا جينيتيكالي يعني تو اكوميديت يعني الانفايرمنت ذير بعدين رجعت الى ميتاسايكليك تريبوماستيكوت وهذا هو الافكتيف فورم فتوش عن اللايف سايكل مالته اغلبه هو هو تريبوماستيكوت سواء ميتاسايكليك سواء بروسايكليك سواء بلود فورم زين ففقط عندنا ريبوماستيكوت موجود في حاله وحده في مكان واحد زين وتكون يعني في الترانزيشنال ستيج. هاي اللايف سايكل افتهمتم اللايف سايكل عندكم سؤال عليها؟ طيب إذا ما عندكم سؤال عليها إحنا نروح إلى الباثوجينيسيس تمام؟ طلاب إيش من variance factors؟ What do you mean by variance factors؟ تعرفون إيش من variance factor؟ احكوا لي بالعربي، أنا بالعربي إيش فاهمين علينا؟ هسا أنتم صار لكم فترة تأخذون بكتيريا، تأخذون طفيليات زين شنو فيرنس فاكتور هو يعني العامل اللي راح يسبب الضرر للجسم يعني مثلا اكو بكتيريا تفرز توكسينز معينه او
اكو بكتيريا مثلا تكون يعني هذا الفيروس فهو يعني انطلقوا نسميه the factor used by the microorganism to induce disease and or to evade the immune response. زين فاما هو فقط تستخدمه evade the immune response تتخلص من الاميونيتي من الاميون ريسبونس او يعني هي تستخدمه للإندكشن أوف ديزيز. طيب بس إذا أمكن لحظة دقيقة أعطوني مجال بس نعم بس الصوت رجع الصوت اسمعني نعم دكتور فنرجع على حكينا على الفيروس فاكتورز هو فد فاكتور يستخدمه المايكرو اورجانيزم اندوس باثولوجي ايفيد ان ريسبونس واحد منهم او كلاهما طيب التريبانوسومز يعني واحد من الباراسايت المزعجه ويريد دائما عنده امكانيه انه يسوي ايفيجن للاميون ريسبونس زين فبي عنده في مجموعه من الجلايكوبروتينز يعني يصير بها تغيرات تشينجز زين وايضا الجلايكوبروتينز كان اندوس باثولوجيز يعني هي ممكن تسبب لنا فد اوتوميون بروبلمز او فنسميها ميجر فيريانت سيرفيس جلايكوبروتينز في اس جي أهم رول تلعب بين هاي ال VSG هو the evasion of the immune response. تريد ما تقول أول ما قلنا الانجكشن من at the wound اللي من the skin صح؟ بعدين تنتقل to the blood, lymph nodes and then to the brain and central nervous system. فاحنا شايفين بأنه الله يعني هي حتى بالهابيتات من حكينا انه هي موجوده بالليمف نودز موجوده بالبلاد بس بعدين التارجت مالتها وين هو السنترال نيرفس سيستم طيب مثل ما قلنا بانه هي الفي اس جي وانتيجينز اخرى تسبب لنا ايفيجن للايمون ريسبونس تسبب لنا انبروبر اكتيفيشن اوف ذا ايمون ريسبونس ممكن تسبب لنا فد شيء اوتو ايمون ديزيزز ميديتد ريأكشنز against different antigens مثلا سايد نوتوميونتي against red blood cells against heart cells heart tissue against the brain سرعدنا هيموليسيس سرع انيميا سرع بريكارديتس سرع منينجو انسيفلايتس زين فتشوف انه دائما هي تسوي troubles with the immune response وحتى sleeping disease هو عبارة عن يعني السبب مالته انه يساعدنا demyelinating انسيفلايتس واللي هو ايضا فد autoimmune problem فنشوف بأنه أكثر المشاكل اللي سببها تريبانوسوما هي autoimmune diseases. نجي على clinical picture. إحنا قلنا الباراسايت يعني موجود بالبلد بعدين ننتقل للسنترال نيرفس سيستم تمام؟ بناء على هذا راح نقسم clinical picture إلى two stages. إحنا من نفهم life cycle ومن نفهم pathogenesis راح نفهم الكلينيكال بيكتشر شلون تصير. ولهذا احنا عندنا تو ستيجز، واحده بريفرال الباراسايت موجود بالبريفرال سيركوليشن. الاخرى الباراسايت موجود بال سنترال نيرفس سيستم. تمام؟ واضح الكلام؟
stages of disease two stages. واحدة due to the peripheral presence of the parasite والأخرى due to the central nervous system presence of the parasite. طيب هسه دا اثنين الروديسس والجانجليانز اثنين يوصلوا للسنترال نيرفوس سيستم ولكن الروديسس يوصل اسرع. فهون راح نرجع بان الكلينيكال كورس مال تو سبيشيز يختلف. فهذا الاختلاف الثاني ما بين الروديسس والجانجليانز ان الروديسس الكورس مالته اقل يعني اقصر. ليش؟ لانه اسرع قابليته على الوصول للسنترال نيرفوس سيستم اكثر. فراح نمشي عنه ممكن الجامبيانز الكورس مالته ياخذ سنوات بينما الروديسنس الكورس مالته ياخذ اشهر. ولهذا احنا نقول دائما انه اكو اختلاف ما بين الروديسنس وما بين الجامبيانز. فهسه احنا عندنا نقول اكو اختلافين. طيب اكو اختلاف اخر ثالث الديستريبيوشن مالتي ديزيز. زين الجيوغرافيكال ديستريبيوشن ايضا يختلف. واحد موجود بالويست والاخ موجود بالايست. فالروديسنس ايست هو الايست افريكان سليبنج سيكنس الشرقي. وهذا مثل ما قلنا الريزرفر مالتي من الريزرفر نسأل الموجودين. الانيمالز هو ذا ريزرفر الانيمال الوايلد وايلد انيمالز. هذا الاختلاف. تمام. طيب عندنا الاختلاف الاخر اللي قلنا انه البروجريشن. اول نقطه قلنا هذا رابيد الروديسنس رابيد بروجريس. In some patients, there is a large sore semi-chancre will develop at the site of the tsetse bite. هيا بس نفس بس رجع قفل المايك إذا كان طلاب. لا حد يفتح المايك. بس اللي يريد يجاوب وقت السؤال تفتحوا المايك. طيب بعض patients عندهم headache. هي عبارة عن a general flu-like illness. زين general flu-like illness. هاي تأخذ أسبوع أسبوعين. زين راش مايوكاردايتس دي تو اوتوميون بروبلمز. طيب هون فيو ويكس اسابيع راح تدخل الروديسنس الى السنترال نيرفوس سيستم وتبدي تعمل لنا النيرفوس النيورولوجيكال بروبلمز وديتيريوريشن ان ذا سليبنج وان ذا نايت اند ذا سليبنج ان ذا داي. بعدين يصير كونفيوجن بعدين يصير كوما وديث. فالكورس مال المرض ياخذ اشهر. نجي على الاخر اللي هو الجامبيانز. قلنا موجود هذا بالويست. هذا الديفرنس انه هو الديستريبيوشن سلو بروجريشن. بالبدايه يكون مايلد. ايضا فلو عندنا لايك إلنس اكو بين سيرفايكال لينفادينوباثيز جوينت اكس ماليز. ولكن سنه الى سنتين بعدين يبدي الانفيجن مالت تبدي يعني الكلينيكال بيكتشر مالت السنترال نيرفوس سيستم انفولفمنت. احنا ايش قد كان عندنا بالروديسنس؟ ايش قد الفتره؟ اشهر. هون الفتره سنه سنتين. زين هو الكورس كله مالت المرض ما ياخذ له يعني مانس او وير. هون راح نرجع بين الكورس ممكن يمتد الى 6 إلى 7 سنوات. والميديال يعني المينال الفتره الدوريشن اوف ذا ديزيز هي 3 سنوات. فاثنين يصلون الى السنترال نيرفوس سيستم انفولفمنت والديتيريوريشن. ولكن الروديسنس هو اسرع من يعني الجامبيانز. فالجامبيانز الكورس مالته طويل لونج تايم ياخذ بينما ذاك ياخذ شورت تايم. شوفون هاي الاند ستيج زين اللي يصير بها كوما وكوماتوس بيشنت. حتى نشخص اي مرض فاحنا عندنا يعني نعمل لابوراتوري انفستيجيشنز. هون عندنا يعني اللي هو
موجود بالبلاد بالتشيو موجود بالنيرفس سيستم. فاحنا ممكن نمشي عنه there is more than all finding. بس بعض منها تكون non specific. مثلا انيميا monocytosis من many diseases تعمل عن انيميا and monocytosis increasing the ESR okay reversed albumin-globulin ratio increase CSF pressure red cell count and proteins in the CSF. هذه ممكن many diseases can cause these features. أمراض كثيرة تعطينا هذه findings. ولكن احنا حتى نقول بأنه هذا sleeping sickness لازم نلقي الباراسايت. تمام؟ فبالبداية ممكن احنا نسوي peripheral blood. ناخذ bone marrow. ناخذ lymph node. ناخذ CSF و chancre fluids حتى ايش نعمل؟ فاحنا اخذنا السامبل نعمل مايكروسكوبي. هذا الويت ماونت دائما تشعون شو الويت ماونت بريبريشن؟ احد يجاوبني واتس ويت ماونت بريبريشن بليز على السريع. احد يجاوب مره ثانيه؟ يعني نعمل فحص للعين عند مايكروسكوب يعني عند المايكروسكوب يكون ويت بريبريشن. على الأكثر نستخدمه without anything just the sample mixed with the fluid. فهو يعني إيش راح يسوينا؟ راح نرشع التريبانوسومز وشيء نقدر نرشع movement. مرات نرشع motile parasites زين ونرشع motile trypanosomes وهذا رأسنا بأنه هون عندنا problem of sleeping sickness. ممكن نعمل thick blood film هسا بالملاريا إن شاء الله مختبر الملاريا نعلمكم شلون تعملون thick blood film و thin blood film زين. فنعمل ممكن thick blood film thick smear نشوف triple mastigots. مرات إذا مثلا الباراسايتين يلو فأيضا مثل ما أكو concentration methods للسلم أكو concentration methods للبلد ممكن نأخذ البافي كوت زين ونعمل يعني جيمز ستينينج او رايت ستين رومانسكي ستين in order to reveal the parasites. CSF ايضا نعمل سلايد ويت ماونت او نعمل فيكست سمير ايضا كان reveal the presence of trypanosomes. طيب سؤال عندنا early stage early stages شنو clinical sample اللي تبين لنا الباراسايت؟ هل هو بلد لو سي اس اف؟ دكتور البلد دكتور السي اس اف هذا كيوت ستيج ما راح على اكثر من نلقي بينه شيء زين. بالليت ستيجز ممكن نلقي الباراسايت ان ذا سنترال نيرفس سيستم. كلتشر ايضا ممكن نسوينه بس ما هالقد يعني افكتيف. عندنا انيمال انوكيليشن هذا بروسيجر ايضا يستخدم لازم تستخدم clean animal زين. It can be injected with lymph node tissue or CSF or blood. إذا كان موجود الباراسايت أيضا حيكون بعدين إحنا حنأخذ tissue من الانيمال ونفحصه وهني تعرف الانيمال ممكن تتأخذ all the tissue of this animal فحصير عندك wide يعني إحنا wide range of tissue to be examined under a microscope. سيرولوجي ايضا عندنا مثل في كل انفكشن لازم عندنا immune response واحنا نستغل هذا immune response in the diagnosis. فممكن ناخذ سيرم IgM ممكن CSF IgM antibodies can be detected during the infection. ممكن نستخدم ال indirect immunoglutination test indirect immunofluorescence techniques, enzyme immunofluorescence assay, carb agglutination, trypanosomiasis, and the complement fixation tests. حنعطيكم إن شاء الله عملي مناعة يمكن نهاية هذا الفصل أو بداية الفصل الثاني. نعطيكم هاي التست يعني أثني enzyme immunofluorescence assay اللي هي الإلايزا. يجوز أن أشاركم الجهاز عندنا جهاز إلايزا حاليا أيضا عندنا فلسنت مايكروسكوب نرشاكم البروسيجر مالته زين.
وعدنا بعض الابلتونيشن تيست يعني انا اعطيتهم examples عليها فراح نشوفوها ان شاء الله هاي التيست وتعلمون عليها. فspecific antibodies detected 2 to 3 weeks هذا يعني تي يعني immune response يعني needs time for the specific antibodies to appear. Antigen can also be detected مثل ما احنا نقدر مثل ما نستطيع ان نعمل detection الانتيبودي نستطيع ان نعمل detection لانتيجين. كل مولكول each مولكول كل جزيئة each peptide each protein each carbohydrate زين ايش يبالك ممكن يعتبر انتيجين زين. فاحنا اي شيء هذا احنا ممكن يكون عندنا الانتيبودي اللي يلقطه زين فمن المنتج الانتيبودي اللي يلقطه ويكون متوفر احنا نطيق نعمل ديتكشن لهذا الستركتشر اللي يعني ندور عليه واللي نغيده. يعني عندنا انتيبوديز اجينست تريبانوسومز اجينست روديسنس اجينست جامبيانز ممكن انه يعني نعمل في التيست معينه بواسطه الاليزا على سبيل المثال and we can detect the antigens of that microorganism. نفس الشيء بي سي ار اي مايكرو اورجانزم بينو دي ان اي بينو ار ان اي فاحنا يعني نعمل البرايمرز سبيسيفيك برايمرز وممكن ندتكت ذا جينيتك ماتيريالز اوف ذيس مايكرو اورجانزم. ممكن نستعين يعني من لابراتوري تكنيكس ممكن نعمل سي تي سكان سيربرال نشوف سيربرال اوديما ام ار اي شوز وايت ماتر انهانسمنت ان ليت ستيجز هذا من لابراتوري investigations can be done for these patients. Treatment actual طبعا احنا لازم يعني whatever the course of the disease whatever يعني prognosis احنا should give a treatment give a trial of treatment to these patients. ف نجي نشوف اكو فرق اخر ما بين الجانجينز والروديسنس هو الكورس اوف ذا ديزيز حتى الميديكيشنز اللي تستخدم زين فور ذا تريتمنت. طيب احنا بعد ما نعالج المريض دائما هذول المرضى يحتاجون فولو اب فولو اب 2 years in order to detect relapse. هون راح تشعرون بانه الستيج اوف ذا ديزيز طبعا ما توسعنا بالتريتمنت فقط اعطيتكم اسماء الميديكيشنز زين هذا شلون بانه الكوزيتيف ايجنت والكلينيكال ستيج حددون نوع يعني التريتمنت. فجامبيانز ونورمال سي اس اف يعني ستيج 1 طعنوا بنتاميدين ستيج 2 يعطون افلورميثين. طيب نجي على الروديسنس ستيج 1 normal CSF سورامين stage 2 ميلوسوبرول. ف تشعرون بانه stage of the disease والنوع المايكرو اورجانيزم حدد لنا ايش راح نستخدم تريتمنت ومثل ما قلت لكم حتى الكورس اوف ذا ديزيز اوف ذا تريتمنت له علاقة أيضا يعني بالرودتنس لازم يكون يعني الدوزز أقوى تعطي البرولونج تريتمنت الفولو أب أكثر زين من الكامبينز. طيب prevention and control there is no vaccine or drug prophylaxis against African trypanosomiasis. عندنا فولي هذا preventive measures هي المهمة avoid local non heavily infested areas أي منطقة بيها بلوسين ومعروف الديستريبيوشن ما تتحاول إذا سافرت أو شيء تبتعد عنه. Wear long sleeved shirts and clothes of medium weight material يعني ما تناسب واحد يلبس ملابس رقيقة لأنه البروبوزز ما تول الانجكشن كلش قوي. Inspect vehicles before entering these flies are attracted to motion and dust from moving vehicles. Use insect repellent اللي عندنا البيرمثرين impregnated clothing هذا الريبلنت البيرمثرين كلش كما نستخدمه against insects. control of tsetse fly vector استخدم traps
screens in combination with insecticides and others that attract the flies. يعني نستخدم في traps نحاول إنه نقضي على الفلايز بها. الريزيرفر احنا قلنا الروديسنس الريزيرفر مات هو animals وكثير broad spectrum of animals فيكون صعب. فهنا نقطة أخرى differences between gambians and rodents بينما الجامبيانز is easier. هذا distribution تشعب بأنه الجامبيانز distribution مات في مناطق مختلفة, الرودسنس distribution مات في مناطق مختلفة. هذا بالنسبة لمحاضرة التريبانوسوما جامبيانز أو sleeping sickness. وبعدين عندنا المحاضرة الثانية طايتوكم for the brief presentation عليها بالإضافة أن احنا شرحناها أيضا فيديو. طيب إذا عندكم سؤال استفسار عن الموضوع أي سؤال ممكن نجاوبه. Any question دكتور بالنسبة للباثوجينيسيس قلنا أنه ممكن يعني autoimmune disease يعني صح هو الاوتوميون ديزيز اكو بيها دحق هسه انتم حتاخذون ان شاء الله اوتوميونيتي انا ما اريد ادخلكم بمتاهات حاليا حتاخذون محاضرات الاوتوميون اصلا احنا الاسبوع القادم ان شاء الله انا بدي اعطيكم الريسبتي ريأكشنز نعم وبلو ترانسفيوجن ريأكشن بعدين بدي دكتور خالد يعطيكم الاوتوميونيتي وال break of tolerance وبعدين يعطيكم ال MHC وال tumor immunology بعدين أنا أرجع أعطيكم immunology of sepsis cytokines و زين و chronic systemic inflammation. الأوتو immunity إحنا أكوش كثير من النظريات واحدة منها على سبيل المثال ساعة الشعاب الكروزي نسميه molecular mimicry. شنو molecular mimicry؟ عنده أكو فد molecule فد أنتيجين في هذا الباراسايت أو مايكرو أورغانيزم يشبه إنه فد أنتيجين بينه فد شبه مع أنتيجين بالجسم. التيسيرز المفروض ما تنتبه على الأنتيجين مال الجسم وهي ما تنتبه علينا بس من عرض لهذا الأنتيجين الموجود بالباراسايت أو مايكرو أورغانيزم زين نعرض بالطريقة إنه هذا الفورين زين أشرح يصير بها واحد نوت this antigen and not the antigen that's similar. أكو شيء؟ منو حكى هذا؟ أكو سؤال شيء استفسار طلاب؟